تلتقون في هذه الحلقة مع نتكلم عن البوصلة حصريا. هو طبعا كان لازم نضرب الجرس علشان حد يفتح لنا، لكن احنا لما لقينا الباب مفتوح دخلنا بعد ما ضربنا الجرس. ولما نقول البوصلة فين؟ هتطلع الست دي بقى وتريحنا. تعالي تعالي، انت عارفه ماما لو سمعتك هتعمل فيك ايه؟ عارفه. طب قلت كده ليه؟ احنا بنوصل عندنا المجد. نعم. في هنا نظام الدخول بالدور. قصة الكوميديا. طيب يا صبر طيب. تشاهدونه في الاوقات التالية.